حاليا هذه الجماعه بتضع ملف جمعيات حقوق الانسان المشبوهه على رأس أولوياتها لاستخدامها في تمرير مخططاتها اللي بتهدف لهدم الدولة المصرية بالترويج للشائعات في محاولات فاشلة لإحداث الفتن. من حين للآخر بتصدر والحقيقة بيتم إصدار من منظمات حقوقية في الداخل والخارج ممولة لتنفيذ أجندات سيئة السمعة وبتحريض من التنظيم الدولي للإخوان تقارير مشبوهة ضد مصر بتتضمن كم هائل من الأكاذيب والادعاءات التي ليس لها أساس من الصحة عن الأوضاع في مصر في محاولة يائسة للتشكيك في الإنجازات التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية. حين الحقوقيون كشفوا أن المنظمات دي بتعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وفقا لأجندات خارجية تسعى لإحداث الفتنة في المنطقة بشكل عام ومن مصر بشكل خاص. سؤال هنا، إزاي أصبحت هذه الجمعيات أو جمعيات حقوق الإنسان المشبوهة بوابة وطريق للإخوان لتمرير مخططاتهم الإرهابية والفوضوية؟ للتعليق معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. العلاقة هنا بين هذه الجمعيات، جمعيات حقوق الإنسان المشبوهة والإخوان وتمرير هذا المخطط عن طريق تقارير اللي بيتم وضعها من قبل هذه الجمعيات، إزاي نفهم هذه العلاقة يا أستاذ جميل؟ هي علاقة واضحة جدا وعلاقة قديمة جدا، إن جمعيات حقوق الإنسان المشبوهة اللي بتدعي إنها حقوق إنسان هي طبعا بتعمل بتمويل، والتمويل ده جاي احنا عارفين كلنا ان هو جاي من قطر وجاي من تركيا، بيدعموا فيه طبعا تنظيم الاخوان الارهابي، وزي ما احنا شفنا حتى هيومن رايتس دي واحده من اقوى الجمعيات اللي بتقول انها لحقوق الانسان، هي اكبر جمعيه بتهاجم او منظمه بتهاجم الدوله المصريه وبتهاجم الشان المصري، ودائما وابدا ما هي بتقف ضد الدوله المصريه. طبعا احنا عارفين ان هي بتعمل بدعم طبعا من وباموال من قطر. هو الهدف من تلك الجمعيات او المنظمات هي اثاره الازمات زي ما حضرتك قلتي واثاره البلبله في المنطقه. هل استخدام هذه المنظمات كبارافان لو نقدر نقول او كشيء للاخفاء المخطط الحقيقي ومن هم وراء هذه التقارير هي ورقه اللعب بها للمجتمع الدولي او في المجتمع الدولي؟ ايوه طبعا، هي اساس. هم دايما يطرحوا، انت هقول لحضرتك، كل ما هتلاقي ان الدوله المصريه او مصر فيها انجاز حصل او انجازات او طفرات في الانجازات بتحصل، هتلاقي المنظمات دي بتطلع تقارير طبعا غير صحيحه، ولكن تتهم مصر انها في عمليات اختفاء قسري زي ما هم بيدعوا، عمليات تعذيب، كل طبعا الكلام ده غير موجود اصلا وليس ومش مبني على اساس، يعني مش مبني على اي اساس. يعني احنا شفنا هم بيتكلموا عن ما اطلقوا عليه الاختفاء القسري، وبنجد ان هم موجودين في الاخر في سوريا او في العراق. طب ده يقول لنا استاذ جميل قد ايه المنظمات دي مخترقه من الاخوان؟ هي مش مخترقة من الإخوان، هي أساسها بتعمل مع جماعة الإخوان الإرهابية، هي أساسها أنها يعني هي أبواق لتنظيم الإخوان، ولكن هم عايزين يحطوا شرعية دولية على أهدافهم ومخططاتهم الإرهابية ومخططاتهم التخريبية، فلهذا السبب في اتفاق بينهم وبين الجماعات دي من أجل تمرير كلامهم، من أجل تمرير كل ما يرغبون في تمريره. طبعا ليهم قنواتهم اللي هم بيتكلموا فيها عشان يقولوا ان شوفوا حتى منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بتتكلم نفس الكلام اللي احنا بنقوله. هو عايز يخلق رأي عام وعايز يبقى في ورق ضغط كتير على الدولة، وعايز يخلق روح من او محاوله. طب راي حضرتك، هل اللعب في وجه هذه اللعبه يكون بمنظمات حقوقيه اخرى ام الراضي يكون عن طريق الدبلوماسيه المصريه؟ يعني الراضي يكون ازاي هنا يا فندم؟ هو طبعا يعني الرد يكون على الارض، يعني الواقع اللي احنا بنعمله لمصر والطفرات اللي مصر بتعملها على الارض هي واضحه جدا للجميع، وكل يوم
كل يوم بيظهر اكاذيب الجماعه. بس الفكره انه ممكن تكون واضحه للداخل وليس للخارج بطبيعه الحال يا استاذ. للخارج يجب ان يكون هناك دور ل طبعا زي ما حضرتك قلتي الدبلوماسيه، الهيئه العامه للاستعلامات ودور سفارات في الخارج لازم يبقى ليها دور انها توضح كل الاكاذيب اللي بتتنشر في من المنظمات دي. يجب ايضا ان يكون على الاعلام المصري دور كبير جدا في توضيح الحقائق ونشر اكاذيب تلك المنظمات عن طريق الايجاد او عن طريق اظهار الحقيقه كامله امام العالم كله. احنا دلوقتي مصر في امامها مواجهه شديده جدا مع العديد من القوى في المنطقه والعديد من القوى بتسعى الى ايقاف تحركات الدوله المصريه بالتعاون مع جماعه الاخوان الارهابيه وبالتعاون مع المنظمات دي كلها. الهدف منها عرقله مسيره الدوله المصريه. هذه الفكره يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي استاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام.